هذا وعبرت القاهرة عن استيائها واستنكارها لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة، وقالت إنها تضمنت افتراءات وأكاذيب حول مصر واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. وكان أردوغان شن في كلمته هجوما على الرئيس المصري. أطيح بالرئيس المنتخب في مصر من خلال الانقلاب، والآلاف من الناس قتلوا وهم يدافعون عن اختيارهم لهذا الرئيس، لكن الأمم المتحدة والدول الديمقراطية لم تفعل شيئا سوى مشاهدة هذه الأحداث، والشخص الذي قام بالانقلاب أصبح رئيسا شرعيا.